بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بناتي الطلب الطالبات، أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخذ اليوم درس النميديون. خذينا احنا قبل في الدروس الأولى إن النميديون هم من سكان أفريقيا الشمالية أو في شمال أفريقيا في العصور التاريخية الأولى، وهي ما تعرف حاليا بالجزائر. النميديون هم ما يعرفون حاليا بالجزائر. هي معروفة الجزائر تقع في غرب الوطن العربي. طبعا مملكة نوميديا أول ما تم تأسيسها وهي اتخذوا عاصمة لها وهي قسطنطينة، مش قسطنطينية. قسطنطينية هذه عاصمة البيزنطيين. قسطنطينة هي موجودة لحد الآن في الجزائر. قديما كانت تعرف بسيرتا، سيرتا، وهي نشأت قبل 300 قبل الميلاد في عام 46. ويقال إنها مملكة أمازيغية قديمة، يعني هم البربر الأمازيغ، وهم هم طبعا اللي ما عندنا منهم حتى في ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانيا. فهذا من النوميديون، أصولهم من الأمازيغ وهي قبيلة قديمة. عندنا أطلق زي ما قلنا اسم نوميديا على الجزائر حاليا، وانتشرت بها حضارة. هنا في الكتاب انتبهوا أساس إن قالوا اتخذت أو اتخذوا من مدينة قرطة، بعدين شرطة قسطنطينية. هذه قرطة مش موجودة نهائيا، ما فيش مدينة قرطة، هي قسطنطينة أو سيرتا زي ما تعرف بسيرتا، ولكن هي خطأ مطبعي، أو قد يكون بيكتبوا يا غرطة بعدين حناخدوه الحاكم اللي هو في ملك مملكة نوميديا، فممكن يعني تم فيها خطأ فقط يعني. فهذه قرطة ممكن تشطبوها ومش موجودة، ما هيش عاصمة مملكة نوميديا، هي عاصمتها قسطنطينة. من أشهر ملوكها وهو ماسينسا، حتى ماسينسا هنا بين قوسين دينها ماسينيا، ماسينسا. هذا ماسينسا احنا عرفنا قبل ما في حضارة الدولة قرطاج حارب مع الرومان ضد قرطاج، اللي قلنا احنا الملكة دودي اللي خديناها في الدرس اللي فات، ونجح في هزيمتهم. بعدين استطاع ان يتوغل في اقليم المدن الثلاث وهي اويا ولبدا وسبراتا حتى خليج سرت. طبعا بعد وفاته ناخذ هنا حياة ماسينسا. هذا من هو مؤسس دولة نوميديا، قلنا وقف مع الرومان في حربها ضد قرطاجة أو قرطاجنة اللي خذتوها في الدرس السابق، واستطاع السيطرة على دواخل تونس وأقليم المدن الثلاث في ليبيا حتى خليج سرت. لما نقول أقليم المدن الثلاث نقصد بها اللي هم أويا ولبدا وسبراتا. لما نقول أقليم المدن الخمسة اللي هي توكرا و يوسبيرتس اللي هي بنغازي وسوسة، حناخدوهم فيما بعد. طبعا بعد وفاته خلفه ياغورتا أو ياغورتا بالطاء، بالتاء صح والطاء صح. هذا ياغورتا يقال إن ماسينسا جده، ماسينسا هنا نصب اثنين من أبناء متاعه وبعدين تنازلوا على الحكم، فيقال إن ياغورتا تم قتلهم وهو استولى على الحكم فيما بعد. يتميز ياغورتا أو حتى كذلك ماسينسا بالشخصية الفدة وبالكفاءة في القتال وفي الحروب، وخاضوا حروب طويلة وامتدت حضارة عظيمة اللي هي حضارة النوميديين. هنا اشتبك في معارك مع الرومان ياغورتا. لماذا؟ شو السبب؟ بدتلكم هنا تعليل علل لماذا اشتبك القائد ياغورتا مع الرومان في بداية توليه الحكم، شو السبب؟ السبب وهو لأن الرومان تحالفوا مع النوميديين الرافضين لحكم ياغورتا،
يعني هنا لا يريدون حكم يغورتا، فهنا كانوا الرومان يدعموا في هذه الناس او بعض الاشخاص اللي طبعا تائرين ضد يغورتا، يدعموا فيهم بالسلاح وغيره من اجل ازاحه يغورتا عن الحكم. وفي النهايه بعد 6 سنوات تم اسقاط يغورتا. نهايه يغورتا يقول على ايدي ميكسون، ان هم طبعا الرومان عجزوا في السيطره والقضاء على يغورتا نتيجه دهائها ودكاها ذكاه، فاتخذوا من ميكسون، هذه معلومه طبعا مش موجوده في الكتاب، فهنا تمثل يعني بدور كانه هو الصديق، وكان كانه خان يعني خانه، واستدرج حتى سلمى الى القائد الروماني سولا سنه 104، ويقال انه كان يرتدي الذهب فتم قطع دنيه واخذوا قارات الذهب. هذه طبعا جزء من حضاره نوميديا. الحياة الثقافية في عهد ماسينسا نشطت الدراسات العلمية والفكرية والفلسفية والأدبية، واقتبس النوميديون الأبجدية الفينيقية وأدخلوا عليها تعديلات في وضع أبجدية أمازيغية محلية. تو الأمازيغ لما تشوف عندهم كتابة خاصة ولغة خاصة فيها الحروف هذه زي المثلثات وزي الأسهم، فهي طبعا مأخوذة من التراث النوميدي أو من اللغة النوميدية القديمة. هنا هذه تسمى بالحصون المعلقة أو السلاسل المعلقة، وهي النوميديا لها عدة أسماء وهي تسمى بالحصون المعلقة. هنا ملخص الدرس، طبعا درس بسيط هو صفحة واحدة فقط. مملكة نوميديا هي أمازيغية قديمة تقع ما يعرف الآن بالجزائر، جزء منها في تونس وليبيا. أطلق اسم نوميدي على الجزائر حاليا. تأثرت بالحضارة الفينيقية في شمال أفريقيا، أشهر ملوكها الملك ماسينسا الذي وقف مع الرومان في حربها ضد قرطاجة، طبعا كأفوه إن هم طبعا انشأوا لدولة اللي هي نوميديا أو نوميديين أو نوميديون كلها صح، واستطاع السيطرة على دواخل تونس والمدن الثلاث في ليبيا وهي أويا ولبدا وسبراتا حتى خليج سرت هو خليج بومبا. بعد وفاته خلفه يغورتا الذي اشتبك في معارك مع الروم واستمرت 6 سنوات، علل اللي جاوبت لكم عليه تحت بسبب تأييدهم لأمراء النوميديين التائرين على الرومان وتم هزيمته والقضاء عليه، وعينوا أحد أفراد أسرته فيقال منه أخوه ويقول ابن عمه فيقول ابنه. فهذه طبعا كلها روايات تاريخية لا نعلم أيها صحيح. عندنا هنا بعدها تولى يوليوس قيصر، يوليوس قيصر القائد الروماني تولى الحكم طبعا بزي ما تقول هدنة مع الرومان، هناخدوها بعدين في درس الرومان، وزي ما تقول وأعطوه جزء من نوميديا واستقل بها كولاية أفريقية رومانية. في عهد ماسينسا نشطت الدراسة العلمية والفكرية والفلسفية والأدبية، يعني نهضة الكتابة والعلوم وغيرها، وهذا كله موجود في أثارهم التي نحتوها على الصخور وفي الأثار القديمة الموجودة في المعابد وفي المتاحف، كلها موجود تدل أثارهم على هذه الأشياء من الأبجديات والكتابة ونظام الحكم. هنا الواجب، طبعا الواجب عندك مربعات وعندك أسهم، ضع السهم في الاتجاه المربع الصحيح، نوميديا ماسينسا قسطنطينة يوليوس قيصر. يعني انت في البيت شو بتديري؟ بدي نفس المربع بتعبيه وبتاخدي بتحطي كل سهم جنب المربع، واضحة وسهلة طبعا. وهذه الطريقة طبعا حديثة، يعني نطلع من الطابع القديم تعلل واكتب صح وخطأ واكمل فراغات، فيها نوع من يعني المهارات أو حتى نوع من اكتشاف المهارات في الكتابة في الرسم أو الكتابة أو في الإبداعات الأخرى. فهنا ناخذ السهم المناسب للمربع ونحطه جنب نوميديا ماسينسا قسطنطينة يوليوس قيصر. وطبعا الأسهم عاصمة لهم ملك نوميديا، قضى على مملكة نوميديا الجزائر حاليا، سهلة طبعا بسيطة، الدرس بسيط سهل ما فيش أي صعوبة. ننتقل للدرس الثاني، طبعا اني حاولت نحصرهم في درس واحد مع بعضهم يعني نتيجة طبعا بساطة الدرس الأول. عندنا نخش في الباب الرابع وحدة الحضارات الوافدة إلى المنطقة العربية وعلاقتها بليبيا، هي الأغريق والرومان والوندال والبيزنطيون. نأتي لي
الإغريق، من هم الإغريق؟ هم يونان حاليا، وتقع الإغريق حاليا في شبه جزيرة البلقان، وهي ما تعرف باليونان حاليا، وجزر بحر إيجا هو يقع في الجنوب من اليونان، الجنوب الشرقي من اليونان. عندنا بالنسبة لي مدينة الإغريق وهي أثينا. أثينا حاليا تميزت بالحضارة، وهي منطقتين أثينا وسبرتا. أثينا تميزت بالحضارة وسبرتا تميزت بالعسكرية، وتزعمت هاتان المدينتان المدن الإغريقية الأخرى. يعني المدن الإغريقية كلها أدي زعمتها أثينا وسبرتا، وأثينا هي حاليا عاصمة اليونان موجودة، لكن قديمة كانت تعرف بالإغريق. الحضارة الإغريقية هي الحضارة اليونانية القديمة. نأتي ما أسباب الاستعمار الإغريقي. زي ما قلنا إحنا الإغريق كانوا يعيشون في جنوب اليونان في جزر بحر إيجا، وهي حاليا تضم بلغاريا واليونان وألبانيا وكوسوفو وصربيا والبوسنة. هذه المناطق كلها ما تعرف في شبه جزيرة البلقان، فكانوا طبعا يعيشوا على هذه المناطق. فاحنا قلنا حتى قبل شرحت إن من أسباب الهجرة هو البحث عن أسباب المعيشة، هو الكلى والماء، فهاجروا إلى مناطق يبحثون فيها عن الماء والكلى. فهنا هاجرت هذه القبائل وين بالتحديد؟ إلى الوطن العربي، اللي هي أولا إلى آسيا الصغرى، هي تركيا حاليا، وسواحل البحر الأسود والصقلية وجنوب إيطاليا وشرق ليبيا ومصر. شوفوا هنا بالنسبة للإغريق لم يستوطنوا في الغرب، ولكن كان الاستيطان وين؟ في المنطقة الشرقية، هو في الشرق ومصر. يعني لم يستوطنوا إلا بعدين لما كان القبائل فيما بعد يضموا هذه الحضارة، أو فيما بعد طبعا ضموا إقليم المدن الثلاث اللي هي أويا ولبدا وصبراتا إلى إقليم المدن الخمس اللي هي في شرق ليبيا. أسسوا حضارة عرفت بالحضارة الإغريقية، وهي درس اليوم، في القرن السادس قبل الميلاد. نأتي المدن اللي أسسها الإغريق. احنا قلنا اتفقنا إن لم يسيطروا على منطقة غرب ليبيا، يعني احنا خدينا المدن الثلاث أويا ولبدا وصبراتا، من أسسها اللي هم قرطاجة اللي احنا خديناهم قبل. فهنا أسسوا خمسة مدن. المدينة الأولى قورينا اللي هي شحات حاليا، عندنا أبولونيا وهي سوسة، نفس الشيء معروفة بسوسة، عندنا برقة اللي هي المرج حاليا، كذلك يوسبيردس وهي بنغازي، سابقا كانت تعرف بنغازي بيوسبيردس، إلى جانب توكرا أو تويخرا اللي هي موجودة نفس الشيء في الجبل الأخضر. هذه طبعا المدن اللي تم تأسيسها في برقة أو في شرق ليبيا، يعني كان زمان تعرف شرق ليبيا ببرقة، أقليم برقة يعني، وهو حاليا الجبل الأخضر. هذه المدن الخمسة اللي تم تأسيسها هي قورينا، هي شحات حاليا، أبولونيا وهي سوسة الحالية، وبرقة هي مدينة المرج الحالية، يوسبيردس هي مدينة بنغازي الحالية، توكرا الحالية هي كان يقولها تيوخرا، كما اهتم الإغريق بالزراعة والصناعة وبنوا المعابد والمساح، وهذا واضح أثارهم موجودة لحد الآن. إن يشوف يمشي لي أبولوني أو قورينا يشوف المتاحف، يشوف المسارح، كيف كانت في مسارح، يعني كان يجلسوا الناس وكان عندهم يعني المسرحيات وعندهم غيرها وعندهم الفنون وعندهم الألعاب الأولمبية، يعني موجود من قديم الزمان. كذلك أقاموا المواني وصدروا المنتجات الزراعية. من أهم المنتجات الزراعية اللي صدروها هي نبات السلفيوم. نبات السلفيوم استخدموه في الأغراض الطبية. هذه طبعا نتيجة اهتمامهم بنبات السلفيوم، حطوه حتى في النقوشات على المعدن، يعني النقود اللي كانوا يتناولوا فيها فيما بينهم، هي موجودة عليها
يعني رسمة نبات السيلفيوم. لماذا؟ ابن البيطار اللي هو كان من الإغريق، هو العالم الطبيب، يقال أول طبيب، قال لك هذا النبات سحري. حاليا قالوا مش موجود، وبعض الأقاويل تقول هو الحلتيت حاليا، يعني استخدم في الأغراض الطبية، نافع في جميع الأمراض، حتى الأمراض المستعصية وجد إنه هو يعالجها. فهم أخذوه، هذه النبتة موجودة وين؟ في الصحراء طبعا، تنبت في الصحراء، وخذوها زرعوها وين؟ في بلادهم اليونان. تأسيس المدن الخمسة، برقة ناخذوا عليها خلفية. المدن هذه طبعا شكلها قديما أو حديثا، موجودة الأثار، لم تمتحى، لم يعني زي ما هي بنشوفه من آلاف السنين، موجودة كما هي. استوطن الغريق بعد هجرتهم إلى الجبل الأخضر برقة. أولا عندنا قورينا، هي شحات، نعطوا نبدا عليها شوية، تبعد عن البيضة 10 كيلومتر، وهي من مدن الجبل الأخضر. أبولونيا وهي سوسة، تبعد عن قورينا اللي هي شحات نحو 20 كيلومتر، تقع كذلك في الجبل الأخضر. هيسيو بيردس أو يوس بيردس، بنغازي حاليا، ومعناها حدائق التفاح الذهبي. وعارفين احنا خاصة دارنا تتميز بالتفاح البري اللي هو نقول يسموا فيها احنا يديروا فيه في الشاهي، هو مش اكليل، فتتميز به درنا، هذا يسمى بالتفاح البري او الذهبي. طبعا نهاية دولة الاغريق او حكم الاغريق، في 336 ظهر الاسكندر الاكبر او الاسكندر المقدوني، اللي هنا طبعا ولد في مقدونيا وهي شمال اليونان، واستطاع بسط نفوذه على بلاد الإغريق، ثم عمل على تكوين إمبراطورية كبيرة. بعدين بعد وفاته قسم هذه الإمبراطورية بين قادة إغريقيين عسكريين، هو سليقوس والقائد بطليموس، ثم نشبت الحرب فيما بينهم، وتدخل الرومان وقضى عليهم، وضم مدن إقليم شرق ليبيا برقة سنة 96 للرومان، وانتهت حكم أو نهاية الإغريق. وسندخل فيما بعد في حكم الرومان. هنا اشتد التنافس بين الإغريق والفينيقيون بسبب الرغبة في السيطرة على التجارة في البحر المتوسط. احنا عارفين الفينيقيون خديناهم شن هم كان يعني وظيفة يعني مهنتهم أو حرفتهم، هي التجارة، تجارة البحار وصنع السفن التجارية، وجابوا البحار وكونوا قوة كبيرة، غزت شواطئ مالطا وسردينيا وصقلية سواحل البحر المتوسط. فهنا لما ظهر الإغريق كذلك، الإغريق عندهم قوة، نفس الشيء عندهم أسطول وقوة، وخاصة أيام القائد مسينسا وغرطة جابوا به الصحاري، فأصبح في تنافس ما بين مملكة الإغريق والفينيقيون اللي هم كانوا يسيطروا عليه قرطاجة. ثم تفاهموا ورسموا الحدود فيما بينهم، يعني انت تقعد في الحد هذا وانا نقعد في الحد هذا في بينهم. بعدين ظهر الاسكندر المقدوني شمال اليونان سنة 336، كون امبراطورية كبيرة اللي هي نفسها الاغريق. بعد وفاته قسمت الامبراطورية بين القائد بطليموس والقائد سلوفيس، ثم قامت الحروب فيما بينهم، يعني أدت الحروب سنوات طويلة حتى تدخل الرومان وقضوا عليهم وضموا شرق ليبيا وهي إقليم برقة إلى حكمهم. هذا بالنسبة للدرس، نحاول ندير مراجعة بداية الدرس اللي انضم متأخر أو التحق بنا، نحاول ندير إعادة للدرس، تعودنا على الإعادة لمن فاته الدرس. قلنا احنا الاغريق هم سكان شبه جزيرة البلقان وهي اثينا او اليونان حاليا. تقع الاغريق يعني هي حاليا يعني اليونان في جزر بحر ايجا وجنوب شبه جزيرة البلقان، وهي تضم قلنا بلغاريا وصربيا وبوسنا والهرسك والبحر الارديتيكي والبحر الايوني، هذه كلها تبع جزيرة البلقان. اليونان هذه هي عاصمة أثينا، عاصمة الإغريق سابقا وحاليا، هي نفس أثينا تعرف سواء كان في عهد الإغريق أو عهد اليونان حاليا. جزر بحر إيجا هي في جنوب البلقان، عندنا
مدينة أثينا تميزت بالحضارة، معروفة يعني حضارة الإغريق واليونان والأساطير وعهد أفلاطون والأرسطو، هذم كلهم علماء من اليونان، معروف حضارتهم تميزت بالكتابة وبالحضارة وغيرها. وطبعا تميزت مدينتان فقط في الإغريق، وهي أثينا تميزت بالحضارة، وسبرتا تميزت بالخطط العسكرية يعني بالأشياء العسكرية. ما أسباب الاستعمار الإغريقي والهجرة إلى سواحل الوطن العربي أو إلى آسيا الصغرى؟ أولا سوء الحالة الاقتصادية بسبب الجفاف وقلة الأراضي الزراعية، وقلنا إحنا جميع الهجرات أي هجرة سبب هي البحث عن الماء والكلى، هذه هي. فهنا في جفاف ما عادش في ماء، قلة الأراضي الزراعية، وصغر مساحة بلادهم، السكان العدد زاد، يعني بيصير فيه كأنه انفجار سكاني، فهني هاجروا يبحثوا عن موطن جديد يستقروا فيه، هاجروا لآسيا الصغرى اللي هي تركيا حاليا، كذلك سواحل البحر الأسود والصقلية اللي هي في إيطاليا وجنوب إيطاليا، هي صقلية جزيرة جنب إيطاليا ضمتها إيطاليا لها، وشرق ليبيا ومصر. عندنا أسسوا حضارة في القرن السادس عشر الميلاد، كذلك أكثر المدن اللي تم إنشائها وهي حاليا في شرق ليبيا برقة، عندنا قورينا اللي هي شحات حاليا، أبولونيا هي مدينة سوسة حاليا ما تعرف، برقة وهي المرج حاليا، يوسبيردس وهي بنغازي حاليا، عندنا توكرا أو تيوخرا وهي معروفة في توكرا حاليا، وهي مناطق في الجبل الأخضر نقول في شرق ليبيا، أو يعني كل هذه المسميات صحيح. طبعا شن هي الحضارة متاعهم؟ أقاموا المواني، صدروا عن طريق المنتجات، أهم نبات صدروه هو السيلفيوم نتيجة طبعا أغراض يعني القيمة الطبية ليه، استخدموه في الأغراض الطبية. وطبعا كيف عرفوا أنه هم صدروا السيلفيوم؟ نتيجة حتى النقوش المعدنية، شوفوا رسمة النقش المعدني موجود فيها نبات السيلفيوم مرسوم عليه، نتيجة أنه هم نتيجة يعني قدسوا فيه أو عندهم كأنه شيء تمين، لدرجة قال لكنا النقود هدسينها وجنبها نبات السيلفيون حاطينها معاه، يعني كانها تمين تمين جدا، نتيجة وجدوا انه هو يعالج جميع الامراض المستعصية. تأسيس المدن الخمسة اللي قلنا هي قورينا شحات ابولونيا هوسبيرسا، انا اخذت لكم ثلاث نماذج فقط من المدن اللي هي تاريخية بمعالمها الاثرية الرائعة الجميلة في شرق ليبيا، وهي قورينا شحات الحالية تبعد عن البيضة، تبعد عن البيضة 10 كيلو متر، وهي من مدن الجبل الأخضر، أبولونيا وهي ما تعرف سوسة تبعد عن قورينا نحو 20 كيلو متر وتقع في الجبل الأخضر، يوسبيردس أو يوسبيردس بنغازي وهي تعرف بحدائق الذهب التفاح الذهبي. عندنا نهاية المدن الإغريقية، طبعا تولى الإسكندر الأكبر المقدوني في طبعا ولد في مقدونيا شمال يونان الحكم، وأنشأ دولة قوية وهي الإغريق، وكون إمبراطورية، وبعد وفاته قسمت الإمبراطورية بين كبار القادة العسكريين الإغريق مثل القائد سليوقس والقائد بطليموس. طبعا نشبت حروب فيما بينهم لم تنتهي حتى تدخلت رومانيا أو روما أو الرومان وقضوا عليهم، وضمت إقليم برقة سنة 96 إلى الرومان اللي ناخدوه فيما بعد الدرس القادم. اشتد التنافس بين الإغريق والفينيقيون بسبب الرغبة في السيطرة على التجارة في البحر المتوسط، ثم رسموا الحدود فيما بينهم بعد التفاهم، ظهر إسكندر المقدوني، هاي طبعا ملخص للعنوان السابق أو الصفحة الفائتة، كون إمبراطورية كبيرة، بعد وفاته قسمت الإمبراطورية إلى قسمين بين بطليموس والقائد سليوفس. طبعا لما يتفهموش بعضهم تمت الحروب فيما بينهم، استمرت سنوات عديدة، ثم تدخل الرومان وقضوا عليهم وضموا شرق ليبيا أو هي برقة إلى الرومان. واجب منزلي هذا طبعا متعارف عليه، موجود صل العبارات المناسبة ببعضها، أبولونيا يوسبيردس أثينا حاليا 336 بنغازي حاليا، ظهور إسكندر الأكبر، سوسة حاليا شبه جزيرة البلقان. شوف بالأسهم وصلوها، طبعا السؤال هذا تقليدي معروف من قبل طريقة الإجابة أو الحل متاع سهل بالسهم، نوصل كلمات المناسبة.
نتمنى بناتي وابنائي انكم فهمتوا الدرس. طبعا عندي شويه ملاحظه على بعض المعلومات الوارده، ان بعض يقولي اساس ان السيمستر الاول الدرس الاول يعني تشرحي فيه، لا يعني ماشيه بخطه الوزاره، ولكن اذا كانوا بعض المدرسات يقيموا بالاستعجال في المنهج ويشرحوا فيه الدروس، فهي طبعا ما يعني مش يعني اني ما نتحملهاش، يعني مش متحملش مسؤوليه اني مثلا ابلى سرعت في المنهج وشرحت حتى الباب الثاني في الباب الاول، فهني الطلب يعني الطلبه والطالبات يقولوا احنا هذا خذيناه في الباب الاول. او الملاحظه الثانيه اني مهدت، وحتى التمهيد كان من نفس الباب الثاني مش من الاول، مهدت في بدايه الدرس الاول فدخلت فيه، فلاحظت ان التعليقات الفصل الاول فصل او لا مش الفصل الاول، هي طبعا مفتشين تربويين مشوا بخطه الوزاره وانت ونفس المنهج مشيت عليه، دخلت في الفصل الثاني. اذا كان بعض المدرسات يعني مدرسات سرعوا وشرحوا الفصل الثاني في الفصل الاول نتيجه ظروف البلاد او غيرها، فهي طبعا اني ما نتحملش مسؤوليتها، انا ماني طبعا مشيت حسب خطه المنهج، وارد لكم حتى الخطه تقريبا في الدرس السابق خريطه المنهج الفصل الدراسي الثاني. فهي طبعا ملاحظه حبيت انوه عليها، ماشيين على المنهج الصحيح الفصل الدراسي الثاني حسب ما مقرر في الوزاره حسب الخطه الموجوده التعليميه. في الختام نتمنى ان تكونوا فهمتم، اي ملاحظه اي شيء يعني مستعده يعني فقره او شيء حنديروا مراجعه في نهايه الفصل، يعني دونوا ملاحظاتكم واني حنتابع فيكم، وحنتكون اخر درس يكون في حل بعض الاسئله الموجوده التطبيقات، وحنتطرقوا لاي نقطه انتم ما فهمتوهاش، يعني درس مش مشكله نعاودوه، احنا تحت امركم، ونتمنى لكم ان تكونوا طبعا فهمتوا. في النهايه نلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.